سلام غزالات، كدايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم تكونوا ناشطين فرحانين يا ربي. كنشكركم جزيل الشكر، شكرا 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 لكم حبيباتي، شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه، كنبغيكم بزاف. المهم البنات، اليوم فيديو جديد معكم. بالنسبه لهذا الفيديو غيكون عباره عن بلوغ. ان شاء الله البنات باغا نخرج، باغا نمشي نتقدى، باغا نمشي لاوروسبين ان شاء الله. ولكن قبل ما نخرج البنات، كملت شقا دابا، شقيت، رديت الغديوه للزوج ديالي، اما الغدا البنات غديت انا وبناتي. المهم ان شاء الله البنات غندير واحد الماسك اللي كنديرو دائما، خاصه ملي كنشوف الايديا رجعوا حالتهم، وكنديرو حتى الوجه ديالي. المهم البنات غنبدا معكم بالقماش. بالنسبه للقماش البنات، بديت بيوغورت مسوس، درتو هنايا، درت واحد جوج ملاعق صغار. غندير البنات الروز، جوج ديال الروز البنات، جوج ملاعق ديال الروز. صافي غنخلطهم وغنديرهم البنات قماج ليديا، واللي بقى المهم غنديروا الوجه في الاول، واللي بقى غنديروا الايدي ديالي. المهم هاد القماج معتمد عندي، لا هو ولا ديال القهوه. كيف ما كتلاحظوا حبيباتي، درتو دابا الوجه ديالي كيف ما كتلاحظوا. المهم غنديرو بحركات دائريه البنات، وحتى الايدي ديالي غنديرهم بحركات دائريه. المهم هذا القماج راه رائع البنات، غير جربوه، راكم عارفين فوائد ديال الروز. في نفس الوقت قماج هذا البنات، قماج وفي نفس الوقت مبيض. كيف ما كتلاحظوا البنات، دابا كندير بحركه دائريه باش ندير المبيض، باش البشره ديالي تستقبل ليا اي ماسك مبيض. المهم اخواتي كيف ما كتلاحظوا، درت الوجه ديالي واللي شاد، درتو الايدي ديالي وحتى الايدي ديالي البنات، ندير حركه دائريه. بالنسبه لهذا البنات، هذا الماسك تقدري ديريه حتى لجوج المرات في السيمانه، راه وخاصه البنات اللي تبعتو ايديا كيرجعوا بيضين، وحتى الوجه ديالي. انا دائما اي ماسك او اي قماج درتو الوجه ديالي ملي شاد كنديرو ليديا. راكم عارفين البنات، مع الشقه، مع جافيل، مع شحال من حاجه، وخاصه البرد دابا، يعني الايدي ديالنا كياكلو شويه الشحط. هذا ما كان خواتاتي الزوينات. المهم جربوا هذا القماج، راه اكيد غيعجبكم. وبالنسبه للمبيضه البنات، غناخد ملعقه ديال يوغورت هنايا، وغناخد نيدو. بالنسبه للنيدو البنات، راه في نفس الوقت مهم كيكون مرطب وفي نفس الوقت مبيض. وهنا البنات غناخد واحد ملعقه ديال الحمص حتى هو مدقوق. صافي غنخلطهم تيعود عندي كريمه. صافي وغنديروا الوجه ديالي كيف ما كتلاحظوا. صافي واللي شاط غندوز نديروا الايدي ديالي. مهم غنخليو البنات 15 دقيقه، ومن بعد غنغسلو بالماء سخون، ومن بعد نغسلو بالماء بارد. في الاول نغسلو بالماء سخون، ومن بعد نغسلو بالماء بارد. المهم غلي شاط حتى هو، درتو الايدي ديالي كيف ما كتلاحظوا. صافي حتى هو غنخليه واحد 5 دقائق وغسلته. المهم خواتاتي الزوينات، كيف ما كتلاحظوا دابا راني خرجت. المهم غنديكم معايا، المهم فين ما مشيت غنديكم معايا ان شاء الله. كنتمنى هالفيديو ينال اعجابكم حبيباتي، ونكون خفيفه ظريفه عليكم. هذا ما كان خواتاتي الزوينات، اجيو معايا.
رجعت دابا للدار. ان شاء الله غنشارك معكم اشنو خديت. دائما طلب الاخوات اللي كيقولوا لي زهره شاركي معنا التقضيه، خاصه الاخوات اللي هنا عايشين في ايطاليا باش يشوفوا التخفيضات. هذا ما كان خواتاتي الزوينات. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره ندوز لكم البنات. المهم راني دزت البنات الاوروسبين ودزت ليدل ودزت كونر، دزت ليهم بثلاثه في نفس الوقت ندور مع راسي شويه وفي نفس الوقت كنشوف التخفيضات. هذا الشيء اللي كندير انا البنات. المهم خديت هذا البنات هذا الكاوكاو البنات اللي سميتو اراكيدي باللغه الايطاليه. المهم كيف ما كتلاحظوا البنات هذا راه كيتواجد في ليدل، المذاق ديالو رائع البنات. خديته انا شحال من مره ودابا راه داير فيه تخفيض وتبارك الله فيه 500 غرام كيف ما كتلاحظوا، فيه نص كيلو وديري ليه. وحتى الملح البنات قليله ما فيش الملح كثيره، راه حاطين شحال ديال الغرامات اللي دايرين ديال الملح. هذا راه دايرين فيه تخفيض. المهم خديته باورو اورو 19 ولا ما عرفت اورو 29 شاندايزم، كان داير البنات جوج اورو قلاش وتبارك الله فيه. وخديت المهم هذا خديته من ليدل وهذا البنات خديته من اوروسبين. هذا توا دايرين فيه تخفيض، هذا كنديرو انا كنديرو بحق الصابرين في البريوش ولا في بحق اللي درت البغري المسمن كندير، ما كتاكلش بزاف، ما عنديش مع صابرين ما عنديش مع الحلاوه اكثريه كتميل لي الحاجه المالحه. المهم كيف ما كتلاحظوا البنات هذه خديتها باورو، ديري فيها هي تخفيض، كانت اورو 45 دابا داري ليها اورو 19 اورو 19. المهم هذا البنات اور الفرماج فرماجيني، هذا البنات هو خدته من اوروسبين ما دايرينش فيه تخفيض. خديت ثومه 200 غرام كيف ما كتلاحظوا هي دايرين فيها تخفيض، داري ليها البنات 80 شندايزم ثلاثه. دائما انا كنت كنجيبها من المغرب البنات غير كملات ليا ديال المغرب زوينه. المهم خديت هذه وخديت البنات صلصه بساطة زوينه، هذه البنات كانت دايره 65 كيف ما كتلاحظوا مطيشه، هذه مطحونه هذه زوينه بالنسبه للحريره زوينه زوينه. المهم خديت منها البنات بساطة، عندي بقى عندي ولكن زدت خديت منها هذه زوينه. المهم هذه البنات ديري ليها 55، كانت دايره 65 شاندازم ديري ليها 55. خديت هاد جافيل، بعض المرات كنقدر نجفف بيه ولكن ما كنقيسوش اليد البنات، راني ما بقيتش كنقيس ايديا الجافيل على حساب خرج ليا على ظفاري البنات، ما بقيتش كنستعملو بزاف كيخرج على اليد الجافيل. واحد الاخت مسكينه كتقول لي زهره ما بقيتش تعاود ليا ما بقيتش ديري جافيل. خدي الباستات كيف كتلاحظوا ما خديت منها شحال من قرعه. خديت الجزر هيزو البنات هو دايرين فيه تخفيض، دايرين ليها البنات مع 79 شاندايزم كيلو. خديت هاد الفرماج اي دامير، هذا هذا دايرين ليه تو تخفيض اكثريا. المهم هاد البنات دايرين ليه اون يورو، كان داير اورو ما عرفت 29 اورو 29 دايرين ليه اون يورو. خديت هاد القهوة هادي رخيصة خديتها مع بتسعود وتمانين شاندايزم خديتها. خديت هذا البنات توا في اوروسبين داري ليه 16 شاندايزم، كان داير 25 داري ليه 16 شاندايزم. خديت شحال من واحد البنات الى تجو كانو جوج منو. خديت هذا ديال هي الستراتشالا نو ستراتشاتيلا ستراتشاتيلا هادي في شوكولات، خديت بنان وقهوه. البنات بغيت نوريكم هذا خديته من كناخذو من ليدل، هذا البنات كيطيروا به كيطيروا به كيخليو. المهم هذا حيت فيه كيف ما كتلاحظوا كيديروا فيه حبيبات زرقاء كيف ما كتلاحظوا البنات كنغسل به وجهي. هذا زوين جربته وعجبني وشي خديت منه ولكن كيطيروا به بقاو جوج غير كيجيبوه كنمشي شحال مره ما كنصيبوش. المهم ببساطه حتى هي خديت منها كيف لاحظتوا خديت منها شحال من حبه شحال من قرعه
ما البنات خديت منها لانها زوينه هاد الماركه زوينه كتجي في الحريره بحال شاده مطيشه طاحنه. خديت هذا البنات المهم هذا راني ما قريتوش خاصني نقراه راه ما قريتوش هذا صفات ليا علي صابرين وزيته خاصني نقراه بعدا هذا ما قريتوش البنات هذا تقدر تكون حيت المؤكسه ليا هادشي كيديروا فيه كيديروا فيه الكوار يا البنات. المهم خديت هاد النجيمات كنستعملهم هادو البنات كنديرهم بحق بالحليب كل مره واش ما كنديرهم بالكفته كل ما المهم حيت بناتي كيف قلت لكم البنات كيموتوا ليا على انا على باستا النهار اللي ما نديرش لهم باستا راه ما واكلينش ما كيعجبهم حتى حاجه. وخديت البنات تفاح تفاح ديري ليه اونيورو افرانك يعني بالمغربيه وحطو في الصدريه وحطو في النتب. المهم تفاح زوين البنات كيف ما كتلاحظوا خديت كيلو باش المهم خديت هاد العصير البنات كنديرو لصابرين بحق في المدرسه كندير ليها خديت ليها ديال البعويد هذا ما دايرش فيه تخفيض. المهم خديت هاد النوع ديال الباستا النيوكيت زوينين هادو ان شاء الله نشارك معكم كندير هاد القطع ديال الدجاج كتجي زوينه نجيمات في الباستا اخرى بقى عندي. وخديت هاد الحليب السودير تخفيض بقى عندي الحليب الاخر وهذا بار ديال مينتس كريماتو بحال كيقولوا ليه في المغرب ما عرفتش البنات المهم هذا ناقص من الدسم هذا بحكم الا بغيت ندير عصير ولا شي حاجه كما تلاحظوا خديت شحال من دايرين فيه تخفيض البنات دايرين ليه 55 شاندازم ناقصين فيه ماشي 40 شاندازم اللي ناقصين فيه. المهم خديت شحال من واحد كما كتلاحظوا ما مرضتش معايا وخديت هذا البنات طنو الوليفة ديول المهم اللولية ديوليفة كما كتلاحظوا البنات هذا في 4 ديري ليه 2 يورو وديتي 9 هذا فيه 4 مزيان. وخديت البنات البنان البنان بان ليا في عندي باقي عندي وخديت هذا الدجاج خديته من اوروسبين من السليدل البنات كنتو داير التخفيض ولكن ما خديتش منه صافي هادشي اللي خديته البنات ودست دست المقونات خديت خص المهم الخص خديت هادي ديري ليها 59 شاندازم خديت البصله منه ورفت 17 شاندازم كيف ما كتلاحظوا خديت البصله ودست على الخضار البنات جاي دايزه عندي مطيشه باقا عندي شويه ولكن في النيغوتيو البنات غاليه دايره عندنا 2 يورو تشيكوانتا 3 يورو مطيشه يعني 600 مغربيه غاليه مطيشه. ومن دست عند الخضار السهر رخيصه خديت منها شي كيلو نص البنات نوريكم شحال زوينه دايرين ليها وانا نوقف وقفت راجلي بات ليا مكتوبه وقفتو زيد زيد غندوز ناخذ مطيشه رخيصه والله الا البنات زوينه كيف ما كتلاحظوا ها نتوما البنات زوينه. المهم خديت منها شي كيلو ونص هذا ما كان خواتاتي قسمت معكم المشتريات ديالي هذا ما كان مهم غنسد الفيديو هنايا كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم حبيباتي وما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم وما تنساوش انني احبكم في الله باي باي عليكم وتهلاو ليا في ريوسكم.